في هذا الدرس سوف نتكلم قليلا عن ترتيب العمليات الحسابية، وأريد منكم أن تركزوا انتباهكم لأن كل شيء سنقوم به في الرياضيات سوف يرتكز على خلفيتك عن ترتيب العمليات. إذن ما المقصود من حديث السابق عندما قلت ترتيب العمليات الحسابية؟ لذلك اسمحوا لي أن أعطيكم الفكرة الأساسية، وهي أن لدينا طريقة واحدة لتفسير العبارات الرياضية. دعوني أقول أنه لدينا الجملة الرياضية 7 زائد 3 ضرب 5. الآن إذا لم نتفق جميعا على ترتيب العمليات الحسابية فسوف يكون لدينا طريقتين لحل هذه المعادلة، يمكنك قراءتها من اليسار إلى اليمين، فيمكنك القول حسنا سأبدأ مع 7 زائد 3 فتقول 7 زائد 3 ثم نضربها بخمسة. 7 زائد 3 يساوي 10، ومن ثم نضرب الناتج بخمسة، 10 ضرب 5 يساوي 50. هذه الطريقة الأولى للحل إذا لم نتفق على ترتيب معين للعمليات، فسنبدأ من اليسار إلى اليمين. طريقة حل أخرى، يمكن أن تقول أود أن أقوم بعملية الضرب قبل أن أقوم بعملية الجمع، يمكنك تقسيم المعادلة على أنها أولا نقوم بثلاثة ضرب خمسة ثم نضيف السبعة فتصبح 7 زائد 5 ضرب 3. ثلاثة ضرب خمسة يساوي 15، 7 زائد 15 يساوي 22. لاحظوا أننا قمنا بتقسيم هذه المعادلة بطريقتين مختلفتين، هذه طريقة مباشرة من اليسار إلى اليمين، قمنا بعملية الجمع ثم عملية الضرب، وفي هذه الطريقة قمنا بعملية الضرب أولا ثم عملية الجمع، حصلنا على ناتجين مختلفين، وهذا ليس جيدا في الرياضيات، كان هذا كبذل الجهد لإرسال شيء إلى القمر، لأن شخصين قاما بعملهما بطريقتين مختلفتين، أو لو أن كمبيوتر حلها بطريقة وكمبيوتر آخر حلها بطريقة أخرى، وبهذا فالقمر الصناعي سيذهب إلى المريخ. لهذا هذا الأمر غير مقبول في الرياضيات، ولهذا السبب نحن متفقين على ترتيب العمليات الحسابية، اتفاق على طريقة لحل المعادلة. لذا فإن الاتفاق على ترتيب العمليات سيكون بحل ما بين القوسين أولا، اسمحوا لي أن أكتبها، الأقواس أولا ومن ثم الأسس، وإذا لم تكونوا تعرفون ما هي الأسس فلا تقلقوا بشأن ذلك الآن، ففي هذا الدرس لن يكون هناك أسس في الأمثلة المطروحة فلا تقلقوا بشأنها الآن. ثم تقوم بعملية الضرب، سوف أكتبها باختصار للضرب، ثم تقوم بعمليتا الضرب والقسمة، فكلاهما له نفس المستوى من الأولوية، وأخيرا تقوم بعمليتي الجمع والطرح، إذن ما هو ترتيب العمليات؟ دعوني أعلمه، هذا هو هنا، هذا هو الترتيب المتفق عليه، وإذا قمنا باتباع هذا الترتيب فسوف نحصل على نفس النتيجة دائما. للسؤال المعطى لنا، ما المفيد هنا؟ ما هي أفضل طريقة لحل هذه المسألة؟ حسنا، لا يوجد أقواس، الأقواس هكذا، هذه الرموز المعقوفة حول الأعداد، لا يوجد لدينا أي أقواس هنا، وسأقوم بحل بعض الأمثلة التي تحتوي على أقواس. لا يوجد لدينا أسس هنا، لكن لدينا عمليات ضرب وقسمة، أو في الواقع لدينا بعض عمليات الضرب، وبالتالي بحسب ترتيب العمليات الحسابية يجب أن نقوم بالضرب والقسمة أولا، وعلينا القيام بالضرب أولا، هذه هي عملية الضرب، لذا سوف نقوم بهذه العملية أولا لأن لها أولوية على عمليتي الجمع أو عملية الطرح. إذا قمنا بذلك أولا، 3 ضرب 5 ثم نقوم بجمع السبعة، سأقوم بالجمع والطرح هنا، إذ لدينا عملية جمع فقط مثل هذه، إذن سأقوم بعملية الضرب أولا ونحصل على 15 ثم نضيف السبعة فيكون الناتج 22. إذن استنادا إلى ترتيب العمليات المتفق عليه هذه هي الإجابة الصحيحة،
والطريقة الصحيحة لحل هذه المعادلة، إذا دعونا نقوم بحل مثال آخر، أعتقد أنني سأوضح الأمور أكثر، وسوف أحل المثال باللون الوردي. لنفترض أن لدي 7 + 3 هنا، أضعها بين أقواس، ضرب 4 + 2 - 5 + 6. إذن يوجد هنا جميع العمليات الحسابية، لكن عند اتباع مبدأ ترتيب العمليات سوف تبسط المسألة بطريقة واضحة، ونأمل أن نحصل على نفس الإجابة. إذن دعونا نتبع ترتيب العمليات المتفق عليه. أولا نقوم بالنظر هل لدينا أقواس. نعم يوجد أقواس حول 7 + 3. الترتيب يقول نقوم بما بين الأقواس أولا، إذن 7 + 3 = 10. هكذا يمكننا التبسيط، وبالنظر إلى ترتيب العمليات لدينا 10 ضرب كل هذا. دعوني أنسخ وألصق هذا حتى لا أكون مضطرا لإعادة كتابتها. إذن دعوني أقوم بنسخها ولصقها، وهذا يبسط إلى 10 ضرب كل ذلك. قمنا بحل ما بين الأقواس أولا، ماذا نفعل بعد ذلك؟ لا يوجد أقواس أخرى في هذه المعادلة. بعد ذلك يجب علينا أن نرى الأسس. لا أرى أي أسس هنا، وإذا كان لديكم فضول أن تعرفوا كيف تكون الأسس، الأسس تبدو هكذا. هل تعرفون 7 ؛ 2؟ هل ترى هذه العدد الصغير؟ هذا هو الأس. إذن لا يجب عليك القلق بشأنها. الأولوية الثانية حسب ترتيب العمليات تكون للضرب والقسمة. إذن عندما نرى إشارة ضرب، لدينا هنا ضرب وقسمة ثم ضرب مرة أخرى. الآن إذا كان لديك مجموعة من العمليات التي لها نفس مستوى الأولوية وفي ترتيب العمليات المتفق عليه، فإن عمليتا الضرب والقسمة لهما نفس مستوى الأولوية. إذا تقوم بالحل من جهة بداية المعاملة باتجاه الرقم الأخير، وفي هذه الحالة سوف نقوم بالضرب بأربعة، نقسم على 2، وليس أن نضرب بأربعة مقسومة على 2، ومن ثم سوف نقوم ب5 ضرب 6 قبل قيامنا بالطرح. هنا دعونا نستنتج ما هذا. سوف نقوم بعملية الضرب أولا، سوف نقوم بعملية الضرب هذه أولا، وبنفس الوقت يمكن القيام بعملية الضرب هذه لأن هذا لن يغير الناتج، لكن سوف أقوم بحلها خطوة بخطوة. إذن الخطوة التالية هي 10 ضرب 4. 10 ضرب 4 = 40، وثم لدينا 40 + 2. دعوني أنسخ وألصق هذه مرة أخرى، أصبحت المسألة هكذا. تذكر أن الضرب والقسمة لهما نفس مستوى الأولوية، لذلك سوف نقوم بحلها من اليسار إلى اليمين. يمكنك التعامل مع هذا على أنه ضرب نصف، ثم أن الترتيب غير مهم، لكن ذلك من أجل تبسيط عمليتي الضرب والقسمة. نتجه من بداية المعادلة إلى نهايتها. إذن لدينا 40 + 2 - 5 ضرب 6. إذن القسمة لدينا عملية قسمة واحدة هنا علينا حلها. لدينا قسمة وضرب غير مرتبطتين مع بعضهما، لذلك يمكن القيام بهما بنفس الوقت. من أجل توضيح ذلك أقول أنه يجب فعله قبل القيام بالطرح، لأن الضرب والقسمة لهما أولوية أعلى من الجمع والطرح. نستطيع أن نضع أقواس حولهما. أكتفي بالقول انظروا، سوف نقوم بهذا وذلك أولا قبل القيام بعملية الطرح، لأن الأولوية للضرب والقسمة. 40 + 2 = 20، ثم لدينا إشارة طرح هنا. 5 + 6 = 30، إذن 20 - 30 = -10. وهذه هي الطريقة الصحيحة لحل هذه المعادلة. أريد أن أوضح شيء ما جيدا. إذا كان لديك أكثر من عملية لها نفس مستوى الأولوية، مثلا 1 + 2 - 3 + 4 - 1، فعمليتي الجمع والطرح على نفس المستوى،
من الترتيب في العمليات، ففي هذه الحالة علينا الانتقال من هنا إلى هنا. نحل المسألة هكذا، 1 + 2 = 3، وهذا هو نفس 3 + 3 + 4 - 1، ثم نقوم ب 3 + 3 = 0 + 4 - 1، أو هذا يعادل 4 - 1، والناتج يساوي 3 عند الانتقال من هنا إلى هنا. ونفعل نفس الشيء إذا كان لدي عمليتي ضرب وقسمة، فجميعهم على نفس مستوى الأولوية. إذا كان لديك 4 ضرب 2 + 3 ضرب 2، نقوم بحل 4 ضرب 2 = 8 + 3 ضرب 2، وثمانية تقسيم ثلاثة يكون ناتجها عدد عشري، ففي هذه الحالة نكتبها بصورة 8 × 3 ضرب 2، وثمانية على 3 ضرب 2 = 16 × 3. وهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة التي نتبعها لحل المسألة، فأنت لا تقوم بعملية الضرب وتقسم على 2 بعدها وكل هذا. الحالة الوحيدة التي يمكنك فيها عدم اتباع الترتيب تكون عندما يكون لدينا جميع العمليات جمع أو جميعها ضرب. إذا كان لديك 1 + 5 + 7 + 3 + 2، فلا يهم ترتيب هنا، فيمكنك أن تقوم ب2 + 3، يمكنك أن تبدأ من اليمين إلى اليسار أو اليسار إلى اليمين، أو تبدأ من أي مكان في الوسط، فقط إذا كانت كل العمليات جمع. وهذا ينطبق أيضا إذا كانت كل العمليات ضرب، فإذا كان لدينا 1 ضرب 5 ضرب 7 ضرب 3 ضرب 2، لا يهم أي ترتيب سوف تتبعه لحلها، وهذا صحيح إذا كانت كل العمليات ضرب أو كلها جمع. وإذا وجدت قسمة أو طرح، فالأفضل أن تقوم بحل المسألة من بداية المعادلة إلى نهايتها.